اتمنى من مسؤولي مودرن فيوتشر ان يبقى فيه يعني رد فعل لهذه التصريحات يعني, او جمش يخرج ببيان اعتذار عن هذه التصريحات لانها اتهامات غير حقيقيه لفيكتوريا وجهازه. وبعدين ايه موضوع حضور افتتاحات؟ يعني حتى لو الناس بتحضر افتتاحات الناس برضو بتشوف شغلها. الناس دي على فكره بتروح اتحاد الكوره تشتغل وتذاكر وتعمل فيديوهات, ان المحللين الاداء بيعملوا فيديوهات لفيكتوريا ومساعديه ويتفرجوا عليها, وايمن عبد العزيز متابع كل صغيره وكبيره, حازم امام بيشرف على المنتخب بشكل هايل جدا في كل خطوه بيعملها, وبيحاول ان هو يخرج المنتخب من ازمات كتيره جدا ممكن يمر بيها. ولكن زي ما في وقت من الاوقات احنا ممكن ننتقد فيكتوريا بسبب قرارات او ايا كان, ده 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 هو طالما ان هو مدير فني منتخب اكيد هو عارف ان هو ممكن يتعرض لهذا الانتقاد من اي حد. ولكن النهارده لما يطلع لعيب بخبرات جنش ويتهم الجهاز الفني للمنتخب بتصريحات زي دي, لازم الناس تقف عندها وما تتجاوزهاش. يعني في ناس ايه تقول لك لا معلش التصريحات دي ايه, نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. لا, انت النهارده لو انت عملت نفسك مش واخد بالك, بكره الصبح برضو وبعده هيطلع ناس وهيتكلموا وكل حاجه. فمتفهم غضب جنش, ولكنها تصريحات غير مسؤوله من لعيب عنده خبرات كبيره جدا وكابتن فريق كبير دلوقتي في الدوري المصري, وكان كابتن من كباتن الزمالك على فكره جنش, وعامل فتره هايله الفتره الاخيره. وجنش خلي الناس هي اللي تقول ان جنش لازم يبقى موجود في المنتخب. دول يعني 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 دول طبعا الحراس اللي اختارهم في ال 55 قائمه مبدئيه, ال 55 لعيب, الشناوي وعواد وصبحي وابو جبل بسام محمود جاد. فطبعا ده مش الوقت اللي مش يعني مش مشكله. انا تاني عايز ارجع تاني واقول ان لازم مسؤولي مودرن فيوتشر يخلوا جنش يطلع يعمل بيان اعتذار عن هذه التصريحات عشان الامور ترجع, يعني دي اقل حاجه يعني. وتاني انا بقول اكتر واحد هيتضر من هذه التصريحات هو جنش, واكتر واحد هيحط نفسه. اوكي ماشي, في لعيبه بتحب تحط نفسها تحت الضغوط قبل الماتشات الكبيره, بس انا بقول لكم افتكروا كلامي, التصريحات دي هتاثر على جنش بكره, هتحطه تحت ضغوط كبيره.